خوتي اخواتي السلام عليكم. الظرف الاول ميدام ميسو بونجور، ان شاء الله تكونوا كاع بخير. نقول لكم ما اشتركوش في القناه تاعي، اشتركوا في القناه تاعي ودقوا على زر الجرس هكذا يجيهم منبهات لكم فيديو جديده. جودي اسوك سون باكون رابوني كي سابونا ماشين زاكتيف لا كلوش كوم سي زو نوتيفيكاسيون سي نوفيل فيديو. وكم ديروا لنا جيم بارطاجي في لا فيديو، ديروا لنا كومونتير باش تعرفوا الفيديو في المقدمه باش تعمل فائده على الجميع. نقولكم دعموا هذه القناه بالاشتراك فيها بالصمه في البدء. اليوم في هذه لا فيديو نحدثكم على الجوله الخامسه لكاس رابطة أوروبا التي ستجرى اليوم، المقابلات التي ستجرى اليوم. أعطيكم برامج المقابلات، نبدأ من مجموعة ألف أ أين هناك مقابلتين، فريق أيس روما الإيطالي تقابل مع فريق بويز من بيرن من سويسرا، ويمكن مشاهدة المقابلة على سبور لايف 5 وتليفوت ستاديوم 1. فريق سي أفر كلوج من رومانيا يتقابل مع سيسكا صوفيا من بلغاريا، ويمكن مشاهدة المقابلة على سبور لايف 12. وهو ملاحظة في هذه المجموعة، فريق أيس روما تأهل رسميا. ثم ننتقل لمجموعة باء، هنا هناك مقابلتين الساعة 9 ليلا. فريق مولد من نورفيجيا يتقابل مع دونلاك من إيرلندا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 13. فريق أرسنال الإنجليزي يتقابل مع فريق رابيد فيان من النمسا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور 2 وتليفوت ستاديوم 2. في هذه المجموعة فريق أرسنال تأهل رسميا. ثم ننتقل إلى مجموعة سي، هناك مقابلتين اليوم. فريق سلافيا براغ من جمهورية التشيك يتقابل مع هابويا شيفا من إسرائيل، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايب 10 وتليفوت ستاديوم 3. فريق نيس يتقابل مع فريق ليفركوزن الألماني، يمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور 1 وتليفوت أمسي ستوري. ثم ننتقل إلى مجموعة دال، اليوم هناك مقابلتين على الساعة 9 ليلا. فريق بنفيكا البرتغالي يتقابل مع فريق بوزنان من بولندا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 6 وتليفوت ستاديوم 4. فريق غلاسكو رانجرز من اسكتلندا يتقابل مع فريق ستاندارد ليج من بلجيكا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 8 وتليفوت ستاديوم 5. ثم ننتقل لمجموعة او، اليوم مقابلتين. فريق أومونيا من نيكوزي من قبرص يتقابل مع فريق سالونيك من اليونان، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 14. فريق أفسي جرونادا الإسباني يتقابل مع فريق هيندوفن الهولندي، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 9 وتليفوت ستاديوم 6. ثم ننتقل لمجموعة أف، فريق أز الكمار من هولندا يتقابل مع فريق ناب، ويمكن مشاهدة مقابلة على أمسي سبور لايف 7 وتليفوت ستاديوم 7. ريال سوسيداد الإسباني يتقابل مع فريق ريجيكا من كرواتيا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 11 وتليفوت ستاديوم 8. ثم ننتقل إلى مجموعة جي، فريق أويكاك أتان من اليونان يتقابل مع فريق براغا من البرتغال، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 9 وتليفوت ستاديوم 1. فريق زاريا لوغانسك من أوكرانيا يتقابل مع فريق ليستر الإنجليزي، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 6 وتليفوت ستاديوم 2. وهذه المقابلات المقابلتين على الساعة 7 إلى 5 دقائق. وهنا رسميا فريق ليستر تأهل رسميا. في المجموعة أش هناك مقابلتين، فريق ليل يتقابل مع فريق سبارتا من براغ، سبارتا براغ من جمهورية التشيك، ويمكن مشاهدة مقابلة على أمسي سبور 1 وتليفوت. أسي ميلان إيطاليا يتقابل مع فريق غلاسكو رونجرز من اسكتلندا، ويمكن مشاهدة مقابلة على أمسي سبور 2 وتليفوت ستاديوم 3. ثم ننتقل لمجموعة إي، هناك مقابلتين على 7 إلى 5 دقائق. فريق كاراباغا من أذربيجان يتقابل مع فريق تل أبيب من إسرائيل، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 14. فريق سيفاسبور التركي يتقابل مع فريق فيلاريال الإسباني، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 7 وتليفوت ستاديوم 4. ثم ننتقل إلى مجموعة جي، على 7 إلى 5 دقائق. فريق رويال أنتروبر من بلجيكا يتقابل مع فريق لوغوراتس من بلغاريا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أمسي سبور لايف 13. فريق لينز أسك
من النمسا يتقابل مع فريق توتنهام الإنجليزي، ويمكن مشاهدة المقابلة على أم سي سبور لايف 5 وتليفوت 5. ثم ننتقل إلى مجموعة كا، أين هناك مقابلتين الساعة 7 إلى 5 دقائق. فريق سيسكا موسكو من روسيا يتقابل مع وولف برجر من النمسا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أم سي سبور لايف 12. فريق فيرنود الهولندي يتقابل مع فريق دينامو زغرب الكرواسي، ويمكن مشاهدة المقابلة على أم سي سبور لايف 8 وتليفوت ستاديوم 6. ثم ننتقل إلى مجموعة الآل، أين هناك مقابلتين. فريق لاغونتواز البلجيكي يتقابل مع فريق ليبارك من جمهورية التشيك، ويمكن مشاهدة المقابلة على أم سي سبور لايف 11 وتليفوت ستاديوم 8. وفريق رابيد يتوا فريق نجم رابيد بلغراد من صربيا يتقابل مع فريق أوفنهام من ألمانيا، ويمكن مشاهدة المقابلة على أم سي سبور لايف 10 وتليفوت ستاديوم 7. نقولكم هذه الفيديو خلصت، نقولكم إن شاء الله في الفيديو القادمة جودي قصة فيديو للترمين جودي وفيديو البروشين فيديو. نقولكم السلام عليكم.